الجحيم، ايه اللي ممكن تشوفه هناك؟ ومين هم اهل الجحيم والمنتمين للعالم السفلي؟ ودلوقتي هتكون جلسة التأمل من تجربة زيارة العالم السفلي، وبالتأكيد المعلومات غير كاملة لأن اكتشاف عالم كامل بيحتاج سنين طويلة، لكن ممكن نركز على أهم نقط اللي ممكن تشوفها لما هتعمل إسقاط نجمي على العالم السفلي. ربنا ذكر ان الجحيم اعدت للكافرين، وفي كمان بعض من صور آل عمران تتفق ان الكافرين عامل اساسي في الجحيم لانهم اهلها ومصدر بقاء الجحيم والوقود الخاص بجهنم. لكن مفكرت شوية مين هم الكافرين، وهل هم الغير مسلمين او هم الملحدين؟ ممكن يكون الرد ده بالنسبة ليك كمسلم امر طبيعي، الا اذا عرفت بجد مين هم الكافرين اللي غالبا ممكن يكونوا من المسلمين او اهل الدين. كلمة كفر باللغة العربية معناها تغطية، والكفر هو الغطاء، كفرت بالشيء معناها سترته، والكافر معناها الليل او ظلام الليل، وكفر الليل الشيء معناها غطاء او ستر ظلام الليل على الشيء، وكمان اسم من اسماء المزارعين زي كده بالظبط لفظ الفلاحين في ذكر قول الله عز وجل: كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. معنى كلمة الكفار هنا حسب تفسير كتير من العلماء والمفسرين هي وصف المزارعين انهم كفار، لان شغلتهم هي تغطية البذور في التربة. وكلمة كافر ليها اصل في العبرية ومعناه غطاء، وفي الانجليزية كفر من اصل كفر، وده هو وصف الكفر سواء في العبرية او في الانجليزية او في العربية. والكافر المقصود في ايات القرآن هو من يغطي الحقيقة ويعرف كويس جدا اليقين لكن بينكره نهائيا ويعمل عكسه ويظهر للناس انه غير مؤمن به. مش شرط انه يكون الكافر هو الغير مسلم، لان للأسف في الزمن اللي احنا فيه كتير من المسلمين كفار بيعرفوا الحقيقة لكن شغلتهم ومصدر رزقهم هو ضلال الناس. كفار لان مهنتهم هي الضلال سواء في الدين او في الاعلام او الاخبار او ايا كان، وان اهل الجحيم هم المضلين المنافقين عن الحق مهما كان نوع. والكفار في القرآن هم الناس اللي عرفوا الحقيقة كاملة لكن استمروا في ضلالهم، وده وضحته في مقدمة الفيديو الخاص بمعلومات عن عالم الجن، وان معظم الناس بيكون عندها رفض بالحقيقة حتى لو كانت صحيحة بمجرد انك انت قلت اي شيء خارج عن معتقداتهم، ومجرد انك انت بقى عندك معتقد خطأ وعارف من جواك اللي هو غلط 100% بتحاول انك انت تسعى بكل مجهودك وتنشر معتقدك الغلط علشان يكون في رضا في النفس وتحس ان فيه فعلا ناس عندهم نفس المعتقد اللي الشخص مؤمن به. ولو عملنا الإسقاط النجمي للعالم السفلي أو الجحيم هنلاقيه عبارة عن بوابات، وأول بوابة هم الأشخاص القتلة والمذنبين اللي ماتوا بداخلهم أخطاء حملوها معهم، وجحيمهم بيبدأ بإنجذاب الجسم الروحي أو القرين الخاص بيهم أو معظم الناس بتقول عليهم الروح بعد الموت، بينجذبوا للعالم السفلي نتيجة توالف الترددات الخاصة بالطاقة السلبية اللي ولدوها من ذكرياتهم. وبعد توالفهم وانجذابهم للبوابة الأولى لعالم الجحيم بيبتدي الجسم المقترن يعيد الذكريات الخاصة المؤثرة في عقلهم الباطن. طبعا احنا عارفين ان كل شخص بيملك عقل وعي وعقل اللاوعي. العقل اللاوعي الذكريات اللي بتبقى ثابتة فيه هي الذكريات اللي بتأثر على حياته وكمان بتأثر على مستقبله. الذكريات القوية جدا اللي بتنتج مشاعر قوية جدا، والناس اللي بينجذبوا للعالم السفلي بعد موتهم هم الناس اللي جواهم ذكريات قوية سلبية جدا، سواء ان هو كان في ذكرياته موقف معين عن حادث هو عمله او اذى هو ضر بيه ناس. كل الحاجات دي بيفضل الجسم المقترن يعيد في ذكرياته في العالم السفلي
وهو عبارة عن عالم فيه ظلام تام. أول بوابة هي بوابة الظلام، الظلام لدرجة أنه ما يأثرش فيها نور الشمس وما يبانش جواها. ولو عديت البوابة دي ورحنا البوابة التانية هنلاقيها خاصة بعالم الشياطين، عالم ليه سلطة أقوى من المعذبين، عالم بيسعى إلى البقاء في جذب مزيد من الأرواح المؤمنة بالكفر والعذاب. عالم منير باللون الأحمر ناتج من أضواء البراكين، عالم يأكل الأشباح والأرواح، يعيش فيه موتى سبق وعاشوا في الدنيا، باعوا أنفسهم للشياطين، وليه بوابات مفتوحة للأرض، وكمان في بوابات للجحيم لم تفتح أبدا ولم نعرف عنها أي كائن حي أي معلومات. لكن احنا ذكرنا البوابات دي ومين اهل الجحيم علشان نسأل نفسنا على اللي بيحصل دلوقتي. العالم اللي احنا فيه ما سألتش نفسك ليه بيكون الضلال واللهو هو اهداف البشر ويسعوا الى حفلات الشيطان وينتشروا بالملايين رغم ان ابواب المعابد دايما فارغة من المتعبدين؟ تسأل نفسك ليه يكفروا المسلمين أو أهل الدين على عبادتهم؟ ليه ما بيلتزموش بصلواتهم؟ ليه ما بيؤمنوش بالله لكونه قريب مجيب؟ ليه اللهو والشهوات هو أهم أولوياتهم وأهدافهم؟ ليه الناس نسيت الله رب العباد؟ وليه بيسمح للكافرين الظهور في وسائل الإعلام؟ وليه بنتجاهل الإساءة لأولياء الدين؟ ليه دايما بيلزمنا الصراع الداخلي في عقولنا بأن الله غير موجود وأن الله عز وجل مش قريب مننا؟ ورغم أن كل شيء حواليك هو مؤامرة بعيدة عن الماسونية، مؤامرة مذكورة في كل الكتب المقدسة بنعرفها لكن مش بنؤمن بوجودها، مؤامرة جعلت عباد الله هم وقود الشياطين، مؤامرة جعلت الناس متلاعب بعقول كافرين باسم الثقافة والارتقاء، مؤامرة تجعل أغلب الناس بدون نجاة إلا من نصر الله. والذين كفروا فتعسا لهم.